محمد مطاير على يمين حارس مرمى العربي عبد الرضا عطاوت، لتصبح الان النتيجه 2-1. هذه الكره ردت مره ثانيه شقق الوطني يعنيها عبد الله عبد الرسول بيمينها يعليها طلع براد وداير وتسددها قويه على يمين عبد الله عباس تلمسي له الدش في الدقيقه 12. الدقيقه 12 محمد ضاغط عدنان عداوات طولها قدام الى اسماعيل حسن خطي على وليد مجبل بدر بعباس احمد حرق وعمار وشوف حلوان وشوف حلوان وسجل الهدف التعادل حلوه. العربي كان ضاغط العربي ضاغط وقدر يحقق الان هدف التعادل. الكره سددها خالد سلطان خذها سويني طاحت لفضالها احمد خرق يحطها داخل المرمى خطيره ولا رب نشوفها هذه هذا السلطان يشوف الشمالة مرة ثانية بيمينة يرسلها سويني تطيح منه واحمد خلاص مطلوب في قريب من المرمى يحطها داخل الجول